الشباب راح نكمل بالمحاضرة مالتنا، نبدأ بالتسجيل. نكمل محاضرتنا على المعدات، خلي نرفع لكم المحاضرة. عندنا الأسس الهندسية للمعدات الإنشائية، أخذنا إحنا المحاضرة السابقة فيما يخص المعادلات اللي نحتاجها حتى نطلع بها معامل التيار أو القدرة معدة أو الآلية، إذا كان عندنا ميل شلون راح نطلعها وهكذا. فهذا في المثال البسيط يقول إن the total weight on the driving wheels of an equipment، يعني عندنا فد آلية المجموع الأوزان مالتها، يعني طبعا هي الآلية تمشي على إطارات هاي، فيقول مجموع الوزن مالتها هو 18 طن. And the maximum force of the equipment engine، والقدرة القصوى للمحرك هو 9000 كيلو. طبعا هاي القدرة ممكن احنا نقيسها بالقدرة الحصانية، ممكن نقيسها بالكيلو غرام، لا احنا نعطيكم اياها بالكيلو غرام حتى نشوف تأثير الاحتكاك الرولينج ريزيستنس ونشوف تأثير الميل. فيقول this equipment is working on a road، هاي الآلية تعمل على طريق، على الطريق بتربة ساندي سويل، يعني تربة رملية ورطبة، فأكو احتكاك. ما دام بها رطوبة فالاحتكاك اللي حيصير هنا يكون قليل عادة، مو مثل ما التربة تكون يعني ناشفة. فالكوفيشنت اوف اتراكشن معامل الجر 0.3. Finally, the maximum force can be provided by the machine before sliding the driving tires. يقول أوجد أكبر قوة ممكن إحنا نسلطها على الماكينة قبل ما يصير بها انزلاق. هنا ما قاعد تفترض يصير بها انزلاق، فما دام بها انزلاق فعندنا معادلة واحدة اللي هي coefficient of attraction معامل الجر، هذا يساوي لنا P over W. فالـ P اللي إحنا نحتاجها الوزن موجود، فإحنا نحتاج إلى 5400 كيلو غرام حتى تنزلق هاي الآلية. نعم. مثال ثاني يقول a four cycle engine، يعني محرك بأربع أشواط، وشرحنا الأربع أشواط محركات اللي هي كانت يعني نسبيا قديمة كان بها شوطين، وما زالت هاي بعض المولدات الصغيرة بالبيوت يستخدموها أيضا بها شوطين. المرات الموتور سيكل البسيط مو الموتور سيكل الحديث أيضا به شوطين. الشوطين شنو معناها؟ آلية الاحتراق أو عمل المحرك تكون بالشكل الآتي، إنه البستن هو طبعا البستن عبارة عن مكبس، شلون السرنجة مالت الأوبرا إذا شايفينها، راح يسحب يعني ينزل، خلينا مو نقول ينزل لي جوا فعل الاحتراق. من يصير عندك احتراق يعني يدخل في كمية من الهواء والوقود، سواء كان بنزين او سواء كان اي وقود اخر ديزل، فهذا راح يحترق. من يحترق شو راح يسوي؟ راح ينزل البستن، فهذا الشوط. الشوط الثاني انه راح يصعد بعد ما ينزل بستن اخر او بسبب الاستمراريه، فراح يصعد ويطرد الهواء اللي صار بيه احتراق، يعني بيه كربون وبيه طبعا سي او سي او 2، راح يحاول يطردها من خلال الاكزوز او المكان اللي يطلع عنده الدخان. وهذا الشوطين، الشوط الأول باحتراق والشوط الثاني اللي هو طرد هاي الكمية اللي صار بها احتراق. أما المحركات الأحدث فتتم بالآلية التالية. أول شيء راح ينزل بخار أو هواء ويا الوقود، احنا نسميه بخار ويا الوقود، يعني بيه جزيئات من الوقود ويا الهواء. راح ينزل البستن بدون ما يصير بيه أي احتراق، هذا الشوط. الشوط الثاني راح يصعد البستن الأعلى حتى يكبسه، راح يصير بيه ضغط عالي.
هذا الشوط الثاني. الشوط الثالث هو الاحتراق، يعني من يصعد فوق وينضغط تجي القدحة مالت الكهربائية حتى تشعل هذا المزيج بين الوقود والهواء، فراح ينزل مرة ثالثة، والمرة الرابعة يصعد حتى يطرد هاي الكمية من الهواء اللي صار بها CO CO2. فيقول لك حتى شنو هنا شيء، يعني شو تفرق؟ تفرق هنا باستخدام الكويجن. الكويجن مالت الأربع أشواط، هذا الفاكتور اللي هسه أشر عليك يصير 0.01، بالأربع أشواط يصير 0.03. فالفقدان بالطاقة يكون بالأربع أشواط أكثر منه الفاكتور هنا صار أكبر. فعندنا معادلة واحدة اللي هي تربط بين فقدان القدرة الحصانية ويا الارتفاع، هذا الاكشن والارتفاع. فهنا يقول لك اكو فور سايكل انجن قدرتها الحصانية هي 100 حصان، وتعمل القدرة الحصانية مقاسة at the sea level، يعني في مستوى البحر. Find its horse power at 3000 متر، يعني أوجد القدرة الحصانية بارتفاع 3000 متر. طبعا 3000 متر شو يصير؟ كثافة الأكسجين راح تقل، لما تقل كثافة الأكسجين عملية الاحتراق راح تكون أقل، كفاءة الإفشنسي مالت المحرك راح يكون أقل. الفقدان بالقدرة الحصانية يساوي الـ H زين اللي هو الارتفاع ناقص 300 مضروب في القدرة الحصانية زين مضروب في فاكتور على 300. شوف انه الفقدان بالقدرة الحصانية صار 27 حصان، فإذا القدرة اللي احنا راح نستفيد من عندها في الارتفاع 3000 هي الفرق بين القدرتين، فراح تطلع ان القدرة الصافية هي 73 حصان. زين ارمبل فور تراكتر ات ذا فيرست جير 6000 كيلوغرام وز 12.4 بالعشرة طن ويت، يعني عندنا جرار ب قوة الجر مالته هذا على الجير اللي هو يعني مختار الجير الأول. طبعا شنو الجير؟ يمكن ما احنا ما حكينا عليه. المحرك يعطيك قدرة، هاي القدرة هي كافية حتى تحرك الآلية أو المركبة أو أي يعني لوري كانت، سواء كان خلينا نصيح لها دبابة، أي آلية تجيب بالك راح المحرك يحاول يحركها، ينقلها من السكون أو الوقوف إلى الحركة. هاي الآلية اللي تنقل القدرة مالت المحرك إلى الإطارات أو السرفة هي الجير. شنو الجير؟ هي مجموعة من المسننات، يعني عجلات مسننة تنقل القدرة مالت الماكينة إلى الإطارات. ليش احنا نسويها جير؟ بالبداية من صنعة السيارة ما كان بيها جير، فكل ما زيد سرعة المحرك كل ما زيد سرعة المركبة أو الآلية، بس توصل بعدين للسرعة القصوى والآلية بعدها بطيئة. ليش؟ لأنه الآلية من هي متوقفة عن الحركة تحتاج إلى قدرة عالية حتى تتحرك. هاي القدرة العالية بعد فترة أنت ما تحتاج إنه الآلية صار بها حركة، تحتاج إلى سرعة بعد تزيد السرعة. فالدشاري مجموعة دشاري دش للكبير حتى ينطيك هو عالية لكنه السرعة تكون بطيئة، يعني الدشلي كل ما يكون أصغر راح ينقل نفس الحركة، بعدين الجزء الثاني من عنده الدشلي الأكبر هو راح يزيد السرعة. مجموعة من العجلات المسننة تكون موجودة بالجير حتى تحاول تزيد السرعة تدريجيا مع بقاء سرعة دوران المحرك، يعني المحرك بدورة بالدقيقة مثلا 2000 إلى تقريبا 7000،
القدرة اللي يمشي بها المحرك عادة ما بين 2000 إلى 7000، أما إذا السيارة واقفة تكون أقل من 1000 دورة بالدقيقة، بس من تبدي السيارة تتحرك لازم أنت تضغط على الدواسة مالت الوقود حتى ترفع عدد دورات المحرك. فدورات المحرك الاعتيادية اللي تخص الآلية أو المركبة طبعا بين 2000 وبين 7000، يعني حدود 3000، 2000 أيضا تمشيها، هي تبدي عاد من 1000 وفوق، بس الألف تكون بطيئة، وكل ما تزيد كل ما تزيد القدرة مالت المحرك. احنا هاي القدرة مالت المحرك نحن ننقلها للإطارات من خلال مجموعة من العجلات المسننة اللي احنا نسميه الجير. في الجير الأول بنفس دورات المحرك ينطيك هو بس ما ينطيك سرعة، ولذلك بعد ما تتحرك الآلية نحتاج إلى سرعة أسرع، فنبدل الجير مثل ما السيارة تبدل الجير على الجير الثاني والثالث والرابع وهكذا. فهذا هو مفهوم الجير. هنا بده يقول لك انه بالجير الاول اللي هو ينطيك يعني هاي القدره للجرار، هذا الوزن مالته هو 12 و4 بالعشره طن، فيقول هذا التراكتر بيصعد على منحدر مقدار 2%، المين مالته 2%، والرولنج ريزيستنس يعني مقاومه الدحرجه هو 50 كيلوغرام لكل طن. زين، find the net traction power of the engine which can be used with this tractor to pull other weight. يريد القدرة الصافية لهذا الجرار حتى يقدر يسحب به آليات أو يدفع به آليات أخرى. زين، الحل طبعا سهل، ما في شيء، عندك القدرة اللي نحتاجها حتى نتغلب على مقاومة الدحرجة هي الوزن، هذا بالطن مضروب في الرولينج ريزيستنس مقاومة الدحرجة، فهاي 50 كيلوغرام لكل طن. طبعا هو هنا يقول لك أرمبل يعني مو سرفة، الكرولر معناها سرفة، الرمبل هي عبارة عن يعني مقاومة الجرمات الإطارات. فطلعنا القدرة اللي نحتاجها حتى نتغلب على الاحتكاك ما بين الإطارات وسطح التربة هي 620 كيلوغرام. بس راح شو نسوي؟ راح نحاول نحسب القدرة اللي نحتاجها حتى نتغلب على الجاذبية اللي هو شنو؟ الوزن مضروب في ثابت، هذا 10 ثابت، في الميل مالت المنحدر. طبعا هذا المنحدر هو ده يصعد، لو كان ده ينزل نعتبره سالب. السالب معناها شنو؟ معناها هاي القدرة راح تنضاف إلى قدرة المحرك، يعني بالعكس هي راح تضيف قدرة بسبب الجذب الأرضي. بس إذا كان ده يصعد فهاي القدرة موجبة راح نطرحها من قدرة المحرك. فمجموع المقاومة هي عندك 248 زائد 620، طلع هذا المجموع. فالقدرة الصافية طالما هي قدرة الماكينة 6000، وهاي ال 6000 راح نطرح من عندها مجموع المقاومتين يطلع القدرة الصافية هو 5132 كيلو جرام. مثال آخر على هاي الإكويجن طبعا شفناها بالمحاضرة السابقة اللي تربط ما بين درجة الحرارة ويا الضغط. ال T observed يعني درجة الحرارة الموجودة على التي ستاندرد درجة الحرارة القياسية، واحنا اخذنا درجة الحرارة القياسية في ذاك الوقت يعني والمحاضرة السابقة 288، وهاي طبعا مقاس بالمطلق يعني 273 زائد 15، وقلنا 15 هي درجة الحرارة اللي تقاس فيها كفاءة المحركات للدول الأوروبية. فخلينا نشوف المثال. يقول عندنا آلية بها محرك تم فحصها بظروف معينة، ف find the brake horsepower يعني أوجد القدرة الحصانية للإيقاف
for this engine under the standard circumstances، يعني في الظروف الآلية. أكو ظروف قياسية اللي الآلية دائما أو المركبة نقول إحنا الكفاءات سرعة دائما المحركات السيارات يقول لك مثلا من 0 إلى 100 كيلومتر خلال مثلا 6 ثواني 7 ثواني وهكذا، هاي تقاس بظروف قياسية، يعني ضغط جوي معين اللي هو المفروض سطح البحر ودرجة حرارة معينة، بتتغير واحدة من هاي سواء كانت درجة الحرارة أو الضغط الجوي. طبعا كفاءة المحرك أكيد راح تتغير. خلينا نشوف شلون راح يحسب الفرق. فاحنا عندنا هسه هنا القدرة الحصانية المقاسة هي 86 بارز 43 حصان، هاي القدرة الـ observed يتم قياسها. الضغط المقاس هو 750 مليمتر، يعني هاي منطقة أعلى شوية من سطح البحر، لأنه في سطح البحر 760 مليم، فهاي 750 يعني الضغط الجوي شوية أقل. هذا طبعا البي هو القياسي، الضغط القياسي البريشر ستاندر، وهذا البريشر اوبزيرف يعني البريشر المقاس بالمنطقة اللي احنا نريد نعرف القدرة ايش قد راح يصير بيها تغيير. مضروب في قوس التي اوبزيرف، درجة الحرارة المقاسة كانت 5 بارزة 55، نضيفها إلى 273 حتى نطلعها بالمطلق، ونقسمها على درجة الحرارة القياسية، فصار عندنا هسه القدرة الأخرى اللي إحنا حصلنا عليها هي شوية أقل من القدرة اللي هي كانت قياسية بظروف قياسية. يعني فرق شوف بين هاي القدرة وهاي القدرة فشي بسيط، أقل من يعني حصان. زين، المثال الخامس: a tractor on wheels weight 10 ton، يعني جرار يعمل على إطارات، مو يعني مو هذا مو صرخة مو مجنزر. فهذا الشيء يفيدنا حتى احنا الرولينج ريزيستنس، اذا كانت هسه هنا نعطي فيها 70 كيلو غرام لكل طن، اذا كان مجنزر فقلنا وفق هاي المحاضرات مالتنا حنقص معتها 50. طبعا احنا حشينا عليها، هاي الفقره هي مو دائما صحيحه، ماخذيها من مصدر عربي، وانا اعرف هذا الكتاب مو كلش، ماخذها من فد مصدر اخر بس كان يعني بيها فد شيء. على كل حال ما ادري ندخل، مثلا انتم من تشوفون مجنزر تحطوا 50 من هذا الرقم. فهذا التراكتر اللي يمشي على اطارات وزنه 10 طن، طبعا حتى نعرف هاي 10 طن هل هي هاي يعني شو تمثل؟ السياره حدود يعني طن ونص، من تسمع حتى 10 طن يعني تقريبا 7 مرات هذا الجرار هو الثقل مالته او الوزن مالته اكبر من المركبه الاعتياديه. طبعا السيارات مو ثابته، يعني السيارات الصغيره مثل السايده يمكن طن او شويه اقل، السيارات الثقيله مثلا يعني السيارات الأمريكية توصل إلى 2 طن، بس المعدل قلنا بحدود طن ونص. فهذا لما تسمع أنت 10 طن 20 طن حتى يصير عندك يعني في الصورة عن الوزن مال هاي الآليات الإنشائية. زين، شو يريد يقول؟ فايند ذا نت اتراكتف فورس، أوجد الجهد الصافي فور ذس تراكتر if the rolling resistance of the road is 70 kilogram per ton and the grade is 3% upward. يعني هذا ده يصعد upward، يعني ده يصعد إلى منحدر أو إلى تلة بانحدار 3%، بس هو ده يصعد، فهذا الجهد لازم احنا نطرحه من جهد المحرك. فهنا ايش ناطق؟ ناطق السرعة، فلازم نستخدم الاكويجن اللي تربط السرعة والقدر.
with a speed of 10 kilometers per hour and engine efficiency of 82% with 200 horsepower. أعيده لأن هذا بهواية معلومات. تراكتر on wheels يعني يمشي باستخدام الإطارات مو سرفة. الوزن مالته 10 طن. فاين لأن أنت تركب إفورت أوجد الجهد الصافي. المن هذا التراكتر إذا كانت مقاومة الدحرجة بالإطارات هي 70 كيلوغرام لكل طن. وشنو بعد؟ بيصعد ميل 3% upward with a speed of بيصعد الميل سرعة ثابتة اللي هي 10 كيلومتر بالساعة. وكفاءة المحرك 82%. إذا ما طاق كفاءة المحرك فتعتبرها 100%. بس المحرك هنا معناها هو باستهلاك بأجزاء من عند عمرها يعني أكثر من هي ملقمة. إحنا نقول هاي الآلية هي جديدة مستخدمة وقدرة حصانية مالتها هي 200 هورس باور. فأول شيء قدرة حصانية هاي شو نسوي لها؟ فأسأل أنت هنا هاي القدرة الحصانية مالتها الموجودة إذا هي صاير بيها الكفاءة مو 100%. فالرمبل اللي هي قوة الجر مالتها هي القدرة الحصانية مضروبة في 272.2 هاي الإفشنسي على السبيد. هذا أنت عندك تذكروها هاي المعادلة أنها بالمحاضرة السابقة. يعني عندي قوة الجر هي قدرة حصانية في هذا عندك ثابت 272 وثنين بالعشرة في الكفاءة على السرعة. هنا الكفاءة 0.82 والسرعة هي 10 كيلومتر بالساعة. طبعا أريد أعطيكم قد ملاحظة على السرعة. الآليات مو سريعة مثل السيارة. ليش؟ إنه وزنها كبير وإطارات ما مصممة لأنه تمشي بشكل سريع. نعرف السيارات توصل سرعتها إلى أكثر من 200 مرات. طبعا ما حد يستخدم سرعة 200 في شوارعنا، بس هي مصممة لأنه توصل إلى سرعات عالية. الآليات ما مصممة، مصممة أنه تعطيك قدرة عالية تقدر تجر أوزان أحمال كبيرة، تعطيك عزم كبير، لكنه ما مصمم انه تمشي بسرعه عاليه. بعد ما تكون الاليات محمله مثلا الشفر او البلدوزر يعني يدفع حمل معين عاده يمشي بسرعات قليله. من يكون فارغ او ما بيجرد سواء كان لوري او اي اليه ممكن تمشي بسرعات اعلى. فاحنا هسه حاليا نشوف انه الرمبل اللي نحتاجه هنا هو 4464 كيلوغرام. بس راح نشوف the force required to resist running resistance هو هذا اللي هو شنو ال weight زين في running resistance. هذا هو ال weight 10 طن ومقاومة الدحرجة هي 70 كيلوغرام لكل طن فعدي 700 كيلوغرام. the force required to counter effect of grade يعني احنا حتى نشوف المقاومة نحتاجها حتى الآلية تتغلب على الميل هي 10. الوزن في 10 هذا ثابت في الميل اللي هو 3%. فعندي 300 كيلوغرام مقدار المقاومة. مجموع المقاومتين مالت الميل ومالت الاحتكاك هي 1000 كيلوغرام. زين آني القدرة اللي طلعتها الرمبل مالت هذا التراكتر هو 4464 نقصت من عدها 1000 طلع الجهد الصافي اللي التراكتر يحتاجه هو 3464 كيلوغرام. إذا انطاك سرعة بالسؤال فأنت شو تسوي؟ رأساً تروح إلى المعادلة تربط بين السرعة والسبيد وبيها efficiency. إذا efficiency مطاكية تعتبر 100% يعني واحد،
وهنا عندي القدرة الحصانية مالتي، دخل هاي الإكويجن وطلعها زين. لهنا كملنا. طبعا حتى هاي الأمثلة بسيطة، ما تحتاج، هي الأمثلة الموجودة بالمحاضرة هي متعددة وبها أفكار الرأي، حتى ما تحتاج إنه أنت تشوف أسئلة خارجية، بس السيطرة عليها هو هذا كافي. نجي هسه على موضوع الانحدارية. شنو الانحدارية؟ هي مقدار الانحدار اللي ممكن الآلية تصعد بيه، يعني أكبر انحدار ممكن إحنا نقدر نصعد بيه هاي الآلية. هاي واحدة من الآليات. طبعا الآليات والمنحدر تكون يعني ضعيفة، لأنه هي وزنها عالي وتقدر تعطيك عزم قوي، بس ما تقدر هي أحيانا تتسلق منحدر إذا كان الميل مالته يعني عالي. فلذلك احنا موضوعنا الحضارية راح ندرسه ونشوف ايش قد احنا ممكن، يعني أكبر انحدار ممكن نصعد بيه الآلية. ف movement of automated equipment on a road with a grade depends on the following. حركة الآلية في صعود المنحدر تعتمد على النقاط التالية: traction force، يعني ايش قد القدرة اللي ولدها المحرك، قوة الجر مالت المحرك، يعني القدرة مالت المحرك زين. rolling resistance، شنو هذا rolling resistance؟ مقاومة الدحرجة. يعني هسه انت حتى طبعا قدرة المحرك ما يحتاج توضيح، كل ما المحرك عنده قدرة عالية كل ما يقدر يصعد انحدارات أعلى. أما الرولينج ريزيستنس، حتى تصعد الآلية على منحدر فلازم أكو شنو مقاومة الاحتكاك كافية حتى يصعد بها المنحدر. يعني هسه أنت مثلا تخيل أنه سيارة تريد تصعد فتلة صغيرة، وهاي التلة عبارة عن تربة، والتربة رطبة بها يعني نسبة من الرطوبة. فإذا كانت الاحتكاك بين الإطارات والتربة كافية تقدر تصعدها، بس إذا صار بها طين وانزلاق تشوف السيارة ما تقدر تصعد، بالرغم أنه هي بها قدرة مع المحرك، بس الاحتكاك مو كافي حتى يأهل السيارة أو المركبة حتى تصعد هذا المنحدر. لذلك هنا الرولينج ريزيستنس هي أيضا مهمة. شنو عندنا بعد؟ التوتال ويت. طبعا هنا الرولينج ريزيستنس احنا نحتاجها بحيث تكون يعني كافية حتى يصعد المنحدر، أما إذا زادت عن حدها المرة الحية تقلل من قدرة الماكينة. يعني هنا بيها تأثير، يعني تأثير انه احنا نحتاج احتكاك يعني كافي حتى يؤهل المركبه او الاليه تصعد المنحدر، بس اذا زاد عن حد، اذا كان الاحتكاك كلش عالي، فهذا رح ايضا رح يحتاج جهد اضافي حتى تحاول المركبه او الاليه تتغلب على هذا الاحتكاك حتى تقدر تصعد. الوزن طبعا مالت الآلية أو المعدة، كل ما يكون الوزن أكبر كل ما قدرتها على الصعود يكون شنو يكون يعني أقل، لأنه المحرك راح يبذل جهد على مود حتى يتغلب على الوزن والاحتكاك مالت الآلية. الآليات الخفيفة تقدر تصعد بشكل أفضل من الآليات الثقيلة. وطبعا النقطة الأخيرة هو الميل مالت المنحدر، والميل إذا كان للأعلى هو موجب، وإذا كان للأسفل فهو سالب. وقلنا الموجب معناها راح ياخذ جزء من قدرة الجر أو المحرك، وللأسفل هو بالعكس هو راح يضيف قدرة إلى المحرك. ناخذ هذا المثال، يقول لك ترولر تراكتر، يعني جرار مجنزر يمشي على السرفة. Is drawing a wheel scraper. بيسحب وراء
سكريبر اللي هي القاشطة، والقاشطة هي الآلية الغاية بعدها أنه حتى تقشط الأرض. خلينا نشوفها، يمكن ما هذه موجودة في هذه المحاضرة ونرجع. بس حتى أراويكم صورتها. فهنا ما عندنا، يمكن ما موجودة هنا بالآليات. هاي الحادلة، هاي هم الحادلة، ناخذها بعدين محاضرات سابقة، محاضرات لاحقة. نرجع للمثال مالتنا شباب. قلنا هذا جراح يمشي على سرفة وده يسحب وراء قاشطة، يقول أوجد أكبر انحدار بماكسيموم جريد ذات المفروض هنا يكون ذات التراكتور كود موف اون جوينج ابورد، حتى يصعد المنحدر. وهذا مو وحده، ده يسحب وراء آلية أخرى. نعطيك هاي المعلومات. الوزن مال التراكتر هو 20 طن وشوية، السكريبر وزنها 40 طن، قدرة المحرك مالت الجرار هو 15300 كيلوغرام، مقاومة الجر للتراكتر هي 73 كيلوغرام لكل طن، والسكريبر 95 كيلوغرام للطن. يمكن عندنا صورة مال السكريبر، بس مش كده حتى تعرفون شنو السكريبر. فالآلية ضخمة هي. ما موجودة على المحاضرة الجاية راح أشوفها، يعني ورا ما نخلص هاي المحاضرات عندنا. زين، هسه نجي على الحل مالت السؤال أو المثال. أول شيء يقول لك تستخدم أنه هذا الجرار يستخدم 85% من القدرة مالت الماكينة، يعني هو عنده القدرة الأصلية 15300 كيلو غرام، ما يقدر يستخدمها كلها، يعني خاف على الماكينة أو الماكينة مستهلكة، فراح يستخدم أقصى قدرة ممكنة هي 85% من قدرة المحرك مالته. أول شيء طلعنا أنه هذا ضربناه في 0.85، طلعت القدرة اللي ممكن إحنا نستفيد من عدها. زين، بالنسبة للجرار طالما هو ده يمشي على السرفة، فطرحنا 50 من مقاومة الدحرجة مالته اللي هو الأنتيكيات 73، أنه كون هذا يمشي على سرفة أو مجنزة صغيرة. بعدنا مقاومة الدحرجة للجرار، وزن هذا الجرار 20 وشوية، هو هذا الرقم، يعني هذا مقاومة الاحتكاك المن للجرار. بس مقاومة الميل للجرار، العفو، هذا مقاومة الدحرجة، بس بنحسب الدحرجة، مقاومة الدحرجة للسكريبر الآلية اللي بيسحبها الجرار، الرقم مالته هو 95 كيلو غرام لكل طن هذا، والوزن مالته هو هذا، فيطلع المقاومة هي 3751 كيلو غرام. يعني السكريبر حتى تمشي وحدها فلازم تتغلب على الاحتكاك، فمقاومة الاحتكاك للسكريبر هو هذا، مقاومة الاحتكاك للجرار وحده هو هذا، مجموع المقاومتين زين هي هذا. إذا القوة الصافية للجرار بعد ما طرحنا مقاومة الاحتكاك المن للجرار والسكريبر هو هذا الرقم. ها هي القدرة مالت المحرك اللي هي 85% من هذا الرقم، وها هي مجموع مقاومة الاحتكاك للجرار والسكريبر. القدرة الصافية هي هاي 8788 كيلوغرام. زين،
حتى احنا نشوف ايش قد نقدر احنا نصعد بالجرار وده يسحب ويا السكريبر. فجمعنا الوزنين، وزن الجرار زائد وزن السكريبر، طلع هذا المجموع اللي بحدود تقريبا 60 طن. هسه هنا اذا كان الميل مالت المنحدر اذا كان 1%، انتبهوا وياي هاي شوية النقطة تحتاج واحد يركز. إذا كان عندي المنحدر مالتي 1%، بيصعد بي منه الجرار مع السكريبر، التراكتر ويا السكريبر. السكريبر معناها قاشقة، فالآلية هي بها حوض يقشط التربة ويخزنها داخل فتح حوض كبير، فوزنها كبير. فمجموع الوزن قلنا هذا، وإذا كان الميل اللي يصعد به المنحدر هو 1، فالمقاومة جلها حصير هي الوزن في 1 في ثابت هذا اللي هو 10، الواحد ما كاتبه، هي 1%، لأن هذا الميل 1%، فهي 1 في ثابت اللي هو 10 في مجموع الوزنين. إذا مقاومة الصعود للآلية اللي هي التراكتر زائد السكريبر هي بحدود 600 كيلو غرام او 597. فهسه نجي للشحن نسوي. انت عندك القدره الصافيه علما للجرار مع السكريبر، هاي قدره صافيه عندك. شلون طلعناها؟ طرحنا الاحتكاك مالت الجرار والاحتكاك مال السكريبر، جمعناهم طرحناهم من قدره المحرك الصافية لأنه هاي 85%، فطلع عندي الرقم هو هذا. هذا الرقم هو قدرة صافية بعد ما طرحنا الاحتكاك. هاي القدرة الصافية إذا أقسمها على قدرة الصعود، زين، هاي قدرة الصعود للجرار والسكريبر إذا كان المنحدر 1%، راح يطلع لك أكبر انحدار ممكن اللي هو 14.7. هذا هو أكبر انحدار ممكن يصعد الجرار مع السكريبر. زين، إذا كان الجرار وحده، تقول يعني يقول لك فيما إذا، طبعا هو هنا بالمثال رايد بالثنين، بس يقول لو كان الجرار وحده إيش راح نسوي هنا؟ القدرة اللي راح يصعدها أو المقاومة اللي يحتاجها الجرار حتى يصعد هذا المنحدر هي شنو؟ هي الوزن مالته في الميل في 10. أعيدها مرة ثانية، إذا كان الجرار وحده بدون سكريبر، فالقدرة اللي يحتاجها حتى يصعد فقط وحده لهذا المنحدر، قدرة الجرار أو العفو المقاومة اللي يحتاج يتغلب عليها الجرار حتى يصعد الميل، زين، ب1%، هي شنو؟ 1 في 10 في وزن الجرار اللي هو زيادة نعطيك اياه 20.25. فهو مقرب لك اياها، هاي المفروض هي 20 فارز العفو 202 فارز 5، يعني 1 في 10 في وزن الجرار مثل هاي المعادلة. هاي هنا 1% في 10 ثابت في وزن الجرار اللي هو 20 فارز 25، تطلع 200 تقريبا، 203 و 202 ونص، قربها الى 203. هذا شنو؟ هذا كيلو غرام. زين، هسه القدرة مالت الجرار قلنا هاي بعد ما احنا ضربناها في 0.85، تطلع من عندها قدرة العفو مقاومة الاحتكاك اللي هي هاي، ايش قد بقى؟ ونقسمها على 203، يعني القدرة الصافية مالت الجرار تطرح من عندها قدرة الاحتكاك مال الجرار فقط بعد ما عدا سكريبر، ونقسمها على شنو؟ نقسمها على مقاومة صعود الجرار. فلو كان عندنا جرار واحدة أكبر ميل هو 62%، إذا كان عندنا الجرار زاد السكريبر نحتاج إلى ميل أعلى شيء 14.7، يعني أكبر ميل هو هنا راح يكون غاية أقل من هذا. الجرار وحده مقاومة الاحتكاك قليلة،
لأنه السكريبر إنه هواية أثقل من عنده، ومقاومة الجار مالته عالية. هنا احنا نشوف الوحدة ممكن يصعد 62%، بس إذا دا يسحب ويا سكريبر راح يكون الميل أقل. بدنا تنتهي محاضرتنا شباب، بس نشوف الغيابات. شعبة أي، أحمد عبد الستار موجود. موجود؟ أحمد موجود؟ دكتور أحمد كتب لك بالشات. شات كاتب؟ نعم نعم دكتور موجود بس المايك ما اشتغل. ماشي ماشي اوكي. شفت امير، نعم دكتور. هلال، نعم دكتور. لقاء، نعم دكتور. جبرائيل، نعم دكتور. حسين، نعم دكتور. حيدر طارق، نعم دكتور. حيدر وجود، نعم دكتور. رسول، نعم دكتور. زهراء عبد الهادي، نعم دكتور. زهراء مثنى، نعم دكتور. زينب، زينب موجودة؟ زينب شيماء، طه، عائشة، نعم دكتور. عبد السلام، علي محمد، نعم دكتور. علي نعمة، فاطمة حيدر، نعم دكتور. فاطمة ناصر، نعم دكتور. كرار، نعم دكتور. محمد طالب، نعم دكتور. محمود، نعم دكتور. نور، نعم دكتور. وجدان، نعم دكتور. يوسف، نعم. سنرجع مرة ثانية. زينب، شيماء، طه، عبد السلام، علي نعمة، هذول مو موجودين. زين، شعبة بي، إبراهيم عباس، نعم دكتور. إبراهيم عصام، أحمد عبد الهاد، أحمد عبد المهدي، نعم دكتور. أحمد كاظم، الحكم، نعم سا، أنجي، نعم دكتور. هاية، نعم دكتور. إيهاب، إيهاب، زهراء ستار، نعم دكتور. زهراء مثنى، نعم. زين العابدين، نعم سا. سجاد، صادق، نعم دكتور. صهيب، نعم دكتور. عبد الحسين، عبد الله، نعم علاوي، دكتور. علي، نعم دكتور. عمر، نعم. فاطمة، نعم دكتور. كبار، محمد عباس، نعم دكتور موجود. محمد عبد الزهرة، نعم موجود.
مرتضى. نعم مصطفى. نعم دكتور موجود. معا. وميادة. نعم دكتور. اللي ما موجودين معا قرار علاوي. دكتور نعم دكتور تفضل. دكتور طه ذيب شعبه يعني نتفصل عندي هسه يلا اجي استنى بعدين نرجع شعبتي، بس الشعبة بي الشعبة بي هسه الشباب عندنا إبراهيم، عصام، أحمد، كاظم، إيهاب، سجاد، عندنا عبد الحسين، علاوي، كرار، ومعن. هذول دكتور معن موجود. معن موجود. أنا معن موجود. نعم دكتور وياك. ماشي. أوكي. شعبة عندنا أي من شعبة أي؟ بس اسمك ما واضح، ممكن تعيده؟ طه عذيب علي. نعم. نعم دكتور. أكو بعد أحد يجي شباب من شعبة أي وشعبة بي؟ ماشي ماشي شباب، شكرا، نشوفكم إن شاء الله على الأربعاء القادم. شكرا دكتور. يا هلا ومرحبا، شكرا دكتور. أهلا وسهلا، يا هلا ومرحبا بك. دكتور بس مرة حصلت دقيقة واحدة بس.